بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء، ضيوفنا الكرام، أسعد الله مساءكم جميعا. يسرني أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية التي نستضيف خلالها أخينا وصديقنا العزيز الدكتور علي محمد فخرو ليحدثنا عن موضوع هام حول الاتحاد الخليجي والأبعاد القومية والاستراتيجية. أيها الإخوة، بعد ضياع فلسطين وقيام الكيان الصهيوني على أرضها، شاعت في مجتمعنا العربي حكاية مفادها إن فتى سأل والده كيف انهزم العرب وهما يحاربون الصهيونية بسبعة جيوش، فأجاب الوالد على الفور: انهزموا لأنهم قاتلوا بسبعة جيوش. وملخص أو مفاد هذه الرواية تعكس أهمية الوحدة العربية كفكرة وكرابطة ثقافية وحضارية وعقائدية أيضا، قد جمعت العرب في الماضي وباتت اليوم أمرا هاما وضروريا لمواجهة تحديات الحاضر، وصارت شرطا لازما للنهوض في المستقبل. فليس للعرب مستقبل على ما يبدو دون وحدتهم. طبعا لو جاء الراوي في زمننا هذا، زمن النكبات والأزمات، لصعق من هول الكارثة التي نزلت بالعرب. فالسبعة جيوش تضاعفت ثلاث مرات، تجاوزت العشرين، ولكنهم لا يحاربون العدو بل يحاربون بعضهم البعض. العرب تقاتل العرب في اليمن، والعرب تقاتل العرب في سوريا، والعرب يقاتلون العرب في العراق وفي الكثير من الدول العربية للأسف. وسط هذا الجو المرعب أو هذا المشهد العربي المرعب، تتوالى دعوات تطالب بالوحدة الخليجية بعد أن داهمت الأخطار والتحديات هذه الدول، وصارت التدخلات الخارجية تهدد وحدتها وسلامتها وأمنها. من هذا المنطلق وضمن هذه الرؤية، نحن مع الاتحاد الخليجي، ولكن للاتحاد كما نعتقد شروط. وفي المقدمة منها الديمقراطية، المشاركة في القرار. فنعتقد هذه مسائل يجب أن نبحثها ونتوقف أمامها. نحن لسنا ضد الوحدة، بل نرى فيها خلاص لهذه الأمة. لذلك كي لا نطيل عليكم، نترك الحديث للدكتور علي ليحدثنا في هذا الموضوع، فليتفضل. أخ محمود، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذا موضوع له مستويين. المستوى الأول هو الرجوع إلى المبدأ المتعلق بالوحدة، والمستوى الثاني على مستوى الوطن العربي كله، والمستوى الثاني هو على مستوى مجلس التعاون. دعني أولا أذكركم فقط وبسرعة شديدة جدا، يعني ما معاني هدف الوحدة العربية؟ هل كانت فقط أحلام أم لها جذور؟ لأنك أنت اليوم
تستمع بصورة دائمة إلى من يقول لك أنه أنتم حلمتوا بما في الكفاية وهذه يوتوبيا لن تحدث، وبعدين يا أخي آن الأوان أن تفيقوا وأن تتركوا كل قطر عربي يعيش لحاله، إلى آخر من هذه الأسطوانة التي تسمعها وتقرأها يوميا في بعض الصحف، وتسمعها طبعا على محطات التلفزيونات وغيرها، وأيضا من خلال التواصل الاجتماعي. أنا أريد أن بس فقط يعني أذكركم بأن الوحدة العربية هي جزء من التاريخ العربي. الأرض العربية كانت موحدة عندما كانت خلافة الأموية، الخلافة العباسية، مختلف الخلافات بعد ذلك تحت العثمانيين، الأرض العربية كانت موحدة. فالقول الآن بأن إحنا تلك الوحدة يجب أن ننساها وكأنها لم توجد، أنا في اعتقادي أنه فيه تجني. لا توجد أمة تنسى أن يوم الأيام كانت موحدة وأن ظروفا معينة جزأتها. نفس الشيء بالنسبة إلى عالمنا الحديث، يعني إحنا لو نأخذ المشروع الذي جاء بعد يعني سقوط الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى، المشروع الذي قدم كان مشروعا على أساس أن دولة عربية واحدة ستقوم على الأقل في المشرق العربي من خليج عمان إلى البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق من العراق إلى فلسطين، وبالتالي كان الموضوع وحدويا حتى في هذا العصر الحديث الذي عشناه. ثم التجارب التي مرت بها الأمة العربية من محاولة الوحدة المصرية السورية، الوحدة المصرية السورية العراقية، المصرية الليبية إلى آخره من الأمور، المصرية السودانية، كل تلك المحاولات سواء تحققت أو لم تتحقق تدل على أنه نحن كنا ولازلنا بالنسبة لهذا الموضوع نعيشه. الجزء الآخر هو أنه جزء من الفكر السياسي. الآن الوحدة العربية أصبحت جزء لا يتجزأ من الفكر السياسي العربي. أنت لا تستطيع أن تقرأ كتابا واحدا عن الفكر السياسي القومي العربي إلا وتجد فيه قضية الوحدة مبثوثة في كل مكان. ثم إن الوحدة هي جزء من النهوض المستقبلي، يعني أنت عندما تنظر إلى المشروع النهضوي الذي نشر منذ بضع سنين فإنه يتكون من 6 نقاط، أحد نقاطه الأساسية بل النقطة الأولى الأساسية فيه هي قضية الوحدة العربية. ثم يجب أن لا ننسى أنه في الماضي الإسلام السياسي كان ينظر بخوف وقلق من الوحدة العربية، ولكن الآن أصبح حتى الإسلام السياسي جزء من عقيدته، قد لا تكون في صلب عقيدته السياسية، ولكن من المؤكد أنه ينظر إلى الوحدة العربية بعطف وبتعاطف وباعتقاد أن ذلك أصبح ضروريا. وبعدين آخر شيء أنه جزء من قضية الحماية للوجود العربي. الوجود الصهيوني في فلسطين المحتلة لا يمكن دحره في المستقبل من خلال أي قطر من الأقطار العربية. حاولت الأقطار وعجزت، وهو مدجج بكل أنواع يعني الإمكانيات الهائلة لإسقاط أي محاولة لدحره في فلسطين المحتلة. وبالتالي إذا قضية الحماية من الصهيونية من جهة، ومن الاستعمار الذي يخرج من باب ويدخل من باب ثاني، يخرج من شباك ويدخل من شباك ثاني ويظل بصورة دائمة. نحن في الواقع في المرحلة الحالية لم نخرج من فترة الاستعمار السابقة، وإنما نحن نعيشها. إذن كل هذه الجوانب المتعلقة بالوحدة العربية لو جئت أنت على مستوى مجلس التعاون فستجد أن أسباب قيام الوحدة هنا هي نفس الأسباب التي وجدت على الأرض العربية. هناك مبررات تاريخية وهناك مبررات
بالفكر السياسي، وهناك مبررات بأن نهضتنا لا يمكن أن تتم إلا من خلال وحدة، وهناك قضية حمايتنا من الأخطار الرهيبة التي تحيط بنا من كل جهة من جهة أخرى. إذن نحن نريد أن لا نشكك أنفسنا. يعني أنا في الاجتماع الذي تم حول وحدة الخليج اللي أقاموا الإخوان منذ أسبوعين ثلاثة، كان الجميع مركز على الجوانب الأمنية التي تستدعي الوحدة، وأنا كان تعليقي أنه لنفرض أنه الجوانب الأمنية ما كانت موجودة، ما عندنا أخطار أمنية، معناه أنه الوحدة يجب أن لا تقوم. مثل ما تفضل أخ محمود، القضية الوحدة هي قضية حضارية، هي قضية مستقبلنا، هي قضية قيام صناعة، قيام تنمية مستدامة، قيام تغييرات وتجديدات ثقافية إلى آخر من الأمور الكثيرة. أنت لن تدخل في قلب هذا العالم، في قلب حضارته، إلا من خلال الوحدة، لأن لا يمكن أن يوجد قطر أكبر من القطر المصري، هو 90 مليون، 95 مليون قد يكون، ومع ذلك لم يستطع لوحده لا أن يحمي نفسه من الأخطار، ولا أن يقف على رجله اقتصاديا، ولا أن يقف على رجله سياسيا ولا أمنيا، حتى في أيام زخمه الكبير أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. إذن قضية واضحة تماما أصبحت، وأنا أعتقد هي بديهية، والذين يقولون بأنكم أنتم الذين تريدون الوحدة العربية تريدوها بسبب لأن أحلام وهناك مشاعر خيالية ويوتوبية ورومانسية، هذا غير صحيح. الواقع يفرض هذه الوحدة. يعني رغبة العرب في أن لا يخرجوا من التاريخ يفرض وجود الوحدة، لأن وحدتهم فقط هي التي ستدخلهم في التاريخ وفي المسيرة الإنسانية، وتعيدهم مرة ثانية إلى المسيرة الإنسانية التي خرجوا منها مؤخرا. الآن إذا أضفت إلى ذلك أنه إحنا في هذه المنطقة لدينا أيضا إضافة لكل تلك العوامل الترابط العرقي والأسري، وهو شديد جدا في هذه المنطقة ولا يمكن إسقاطه من الحساب. ما في عائلة عندنا إلا في عندهم عائلة في السعودية، في قطر، يا في كذا إلى آخره. الآن يهمنا جدا من البداية، نحن كأناس نؤمن بالقومية، بأن هذه الوحدة عندما ننشدها ننشدها ضمن ذلك المشروع الكبير اللي هو الوحدة العربية. إذا تمت هذه الخطوة هنا فهي خطوة أولى، هي خطوة مقومة، قصدي ومقوية لذلك التوجه الوحدوي العروبي العام الشامل. وأي محاولة لفصل هذه الوحدة عن تلك الوحدة هي محاولة مرة أخرى لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، والقول بأننا نحن لسنا جزءا من الوطن العربي ولا جزءا من الأمة العربية. دعنا الآن ندخل بقليل من التفاصيل، لأننا في الماضي كنا دائما نتكلم عن الوحدة العربية ولكن لا نتكلم عن الكثير من تفاصيلها، وهذا قضية مهمة جدا، لأن أحيانا الاختلافات تأتي في التفاصيل وليس في الفكرة العامة. عن وحدة من نتحدث نحن هنا؟ هل نحن نتكلم عن وحدة جزئية ثم تنتقل إلى سداسية، أم أننا نقول إما السداسية وإلا لا وحدة؟ أنا في اعتقادي أن تجاربنا الماضية تثبت أن أي وحدة ممكن أن تقوم بين أي قطرين يجب أن نقف معها ونسندها أيا تكون الأسباب. لا نتعلل بأي شيء، لأن الوحدة في اعتقادي يجب أن تعلو فوق كل الإيديولوجيات، فوق كل التمنيات، والسبب واضح. أنت إذا أردت الديمقراطية فهذا الشعب الذي سيتوحد سيحارب من أجل الديمقراطية، ما في مشكلة، مثل ما تحارب اليوم من أجل الديمقراطية. إحنا كنا في الماضي نقول لا، أي وحدة جزئية ما نريدها لأن ستكون على حساب الوحدة القومية الكبرى، هذا غير صحيح وأثبتت الأيام خطأ. لماذا أقول ذلك؟ لأن عندنا موضوع عمان،
عمان تقول بكل صراحة أنها لا تريد أن تكون جزء من هذه الوحدة على الأقل في المرحلة الحالية. طيب هل نوقف وحدة مجلس التعاون لأن عمان قد لا تدخل؟ أنا لا أشد. هناك من يقول لك إن خلاحنا نريد وحدة لكن بدون السعودية، لأن السعودية عندها مشاكل مذهبية وعندها مشاكل قبلية وعندها مشاكل كذا، خلي بس الدول الصغيرة. هذا غير صحيح. الشيء الصحيح أننا يجب أن نعلو بالوحدة على كل التحفظات التي لدينا، لأن بالنهاية من داخل الوحدة تستطيع أنت أن تصل إلى حل كل تلك التحفظات. وبمعنى آخر مثل ما أعيد وأكرر دائما، قضية وحدة مجلس التعاون هي قضية وجودية وليست قضية ظرفية مرتبطة بالظروف وبما حولنا. الآن من الممكن أن نتكلم بأنه في المستقبل، إحنا في الماضي كنا نقول أن العراق يجب أن يكون جزء من الوحدة، وأنا بقول ليش الآن بعد شوية اليمن يجب، ولو أن اليمن كان جزءا من وحدة في داخل مجلس التعاون، أنا في اعتقادي أن كل هذا اللي صار ما كان راح يصير. ولكننا إحنا كالعادة بأنانية وبسخف أبعدنا ذلك، لأن دولة فقيرة وصعبة وثقيلة ولديها مشاكل، كأننا نحن لسنا لدينا مشاكل، ومشاكلنا نعرف تماما أن الذي يغطيه هو المال البترول وليس أي شيء آخر. ونفس الشيء ينطبق على العراق. قيل العراق أنه والله جمهورية وهذه جمهورية إحنا ما نبي، وإحنا لازم إحنا عندنا حكم غير جمهوري وأنه يخلق لنا المشكلة. هذا أيضا غير صحيح، لأن أنت تستطيع أن تخلق، وأنا سأتي إلى النقطة عندما نتكلم عن الجانب السياسي في هذه الوحدة، أنه كما قلت يجب أن لا نسمح بأي اختلافات بأن تعلو على الوحدة التي ننشدها. الآن عن أي نوع من الوحدة؟ من قبل كنا دائما يعني في 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 الخمسينات نقول إما وحدة اندماجية ودولة واحدة ولا ما في وحدة. الآن الإنسان العربي إلى مرحلة يقول أي نوع من الوحدة أحسن من الوضع الحالي الممزق الذي نعيشه؟ كونفدرالي، فدرالي، مشابه لأوروبا؟ هذه ليست قضية، هي كلها تفاصيل يجب أن لا نجعلها عقبة أمام الإيمان والعمل من أجل هذه الوحدة التي نتكلم عنها. الآن السؤال الآخر، سرعة الوحدة. بيننا من يقول بأن الوحدة الآن قضية مستعجلة لأن الأخطار كبيرة جدا وبالتالي يجب أن نستعجل، لكن لدينا مشاكل، لدينا مشكلة السيادة التي يتمسك بها تتمسك بها دول مجلس التعاون كلها بدون استثناء، بدليل أنها عندما تمس السيادة ولو ذرة واحدة لأي قطر من هاي الأقطار الست ترى أنهم يخرجون على الإجماع ويسيرون في طريقهم. وأمامنا يعني أشكال من قضية السيادة، سواء موقفه من الوجود الصهيوني ومن التعاون مع الصهيونية، سواء موقفهم من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء موقفهم من الجهاد الإسلامي التكفيري العنفي، سواء أشكال، سواء من ناحية الاستثمارات في الخارج أو عدم. أوف أنا نسيت يا محمود، بسك بس معذرة يعني إخوان، بسك نسيت خليته. مشكلة السيادة هي مشكلة، وبالتالي قد تجعل من سرعة الوحدة هذه ضرورة أن تكون بطيئة وتؤخذ بعين الاعتبار تلك الحساسيات خصوصا في المرحلة الأولى. ثم عندك مشكلة الاختلافات في النظر إلى كل الأمور، ما الذي ستفعله؟ أنا سأتي إلى هذه النقطة لا نتكلم فيها الآن. ثم عندك مخاوف بعض الجماعات في داخل هذه الدولة أو تلك، أن بكرة الوحدة هل ستكون على حسابي أنا، على حقوقي السياسية، على حقوقي المدنية، على حقوقي الاقتصادية؟ هذه قضايا كلها يجب أن يعني نفهم أنها موجودة
ويجب أن توجد لها علاجات. يجب أن نقول للمتخوفين أنك يجب أن لا تخاف، لأن الوحدة ستقوم على هذه الأسس التي لن تسمح بأن حقوقك تكون مهدورة. وإذن فأنا في اعتقادي لا مفر من التدرج. خلينا نكون صريحين تماما، لا يمكن أن نتكلم. الملك عبد الله في يوم من الأيام قال دعنا، المرحوم الملك عبد الله السعودي قال يوم من الأيام خلينا نعلنها وخلاص ونمشي. لا، أنا في اعتقادي أن تاريخنا الحديث في الوحدات التي قامت عندما جاءت مستعجلة دون دراسة ودون معرفة بالتفاصيل، يعني مع الأسف أدت بالنهاية إلى الانفصالات المريعة التي رأيناها، تلك الانفصالات التي أضعفت فكرة الوحدة وأضعفت مشاعر الوحدة. ولذلك دعنا نكون صريحين، نحن يجب أن نصر على خطوات أكثر فأكثر فأكثر في الجانب الاقتصادي. لا يكفينا ما تم حتى الآن، نحن يجب أن نصر على أن الاقتصاد، اقتصاد دول مجلس التعاون أو الدولة الجديدة إن قامت، يجب أن يكون اقتصادا واحدا لا توجد فيه أي اختلافات. دعنا نأخذ درس من أوروبا نفسها. في أوروبا إذا دخلت دولة ضعيفة فإن الأوروبيين يدفعون مساعدات من أجل أن يصل مستواها الاقتصادي إلى المستوى العام، بل أكثر من ذلك، لا يدفعون فقط للدولة، يدفعون حتى لمناطق في الدولة. وأنا دائما أذكر أنه هناك مناطق كانت في ألمانيا لديها مشاكل اقتصادية، كان الاتحاد الأوروبي يدفع لها مساعدات ولا يقول أنه ألمانيا غنية، لأن من حق تلك المنطقة أن تحصل على مساعدات حتى ترتفع بمستواها. وطبعا احنا لو ندخل في تاريخ قضيتنا الاقتصادية، والله انه هو يعني تاريخ يعني مثير للإشمئزاز والقرف. احنا اخذنا اكثر من 25 سنة حتى نستطيع ان نقرب الوحدة الجمركية، لان الى اليوم ما صارت كاملة، فيه بعض المشاكل اذا تكلم مع بعض الناس، بسبب انه مدينة واحدة كانت تعترض لأنه مصالحها الجمركية قد تتأثر بالوحدة الجمركية. الشيء نفسه تكلمنا منذ فترة عن الوحدة النقدية، وأنت ترى أن هذا الموضوع بدأ يتوقف. كنا نعتقد بأن سيكون هناك صندوق مشترك اقتصادي للمساعدة، يعني لمساعدة الجهات الضعيفة، هذا الشيء لم يتحقق، وهلما جرى يعني من الأمور. بل أكثر من ذلك، هناك اختلافات الآن حقيقية حول دور الدولة الاقتصادي. هناك دول تعتقد أنه النيوليبرالية العولمية المتوحشة التي لا تعرف إلا منطق السوق ونظام السوق الحر الكامل، وهناك دول لا تزال تعتقد بأن دولة الرعاية الاجتماعية يجب أن تبقى حتى لا تنفلت الأمور. إذن نحن حتى في الاقتصاد لا زالت لدينا طريق، ولكن هذا هدف فرعي يجب أن نستمر على العمل من أجله وندفع به دفعا إلى الأمام. خلنا نأخذ بعض الخدمات. التعليم، ما الذي يمنع أننا طرحنا في الثمانينات موضوع أن مناهج التعليم كلها إلا التاريخ يجب أن تكون موحدة؟ ما هي المشكلة أن يكون برنامج الفيزياء أو الكيمياء أو العلوم الاجتماعية أو الفلسفة أو اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية أن تكون واحدة؟ ما الذي يمنع ذلك؟ سواء أنه البلادات والسخافات والاعتقاد بأنه لا احنا قد نضيع قد ذيب بكرة إلى آخره. حاولنا وفعلا بدأت خطوات
والآن صار تراجع بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأنا أعتقد لو كان جميع طلبة دول مجلس التعاون يحصلون على منهج واحد وطريقة في التعليم واحدة، أنت تكون عقلية ومشاعر موحدة أو شبه موحدة تقبل بهذه الوحدة بكل سهولة. ثم نفس الشيء في الصحة، أنا أعتقد أنه يجب أن نسعى إلى أن كل واحد في دول مجلس التعاون يستطيع بأن يتطبب في أي مكان في دول مجلس التعاون، لأن الإنسان عندما يشعر بأنه الحقل الصحي أصبح مفتوحا للجميع فكأنك تنتقل حتى يتذوقوا لذة الوحدة. لأن الإنسان المتردد دعه يرى يوم الأيام أنه لم يستطع أن يحصل على علاج في المنامة ولكن حصل عليه في دبي دون أن يخسر ودون أن يحتاج إلى أن يذهب إلى ألمانيا أو إلى إنجلترا، فسترى أن تمسكه بالوحدة سيزداد أكثر فأكثر. العمل، متى سنرى أن الحكومات، حكومات مجلس التعاون عندما تعلن عن وظيفة تفتحها لجميع مواطني مجلس التعاون يأتون ويتقدمون ويؤخذ الأفضل دون إعطاء هذا الجانب أفضلية أو ذلك الجانب على أساس أن هناك نوع من المواطنة الخليجية المشتركة، سواء بالنسبة للحكومة أو بالنسبة للقطاع الخاص؟ لكن بعد أن نتكلم عن ذلك، ماذا عن السياسة؟ وهنا مربط الفرس بالنسبة للموضوع كله. أولا دعنا نكون صريحين أن هناك أنظمة حكم مختلفة، لكن السؤال يطرح، هل من الممكن قيام وحدة بأنظمة حكم مختلفة طالما أن أنظمة الحكم المختلفة تركز على الداخل وتترك الأشياء المشتركة لهذا الاتحاد؟ أنا أعتقد أن هذا يجب أن نطرحه ونقدمه. هناك مؤسسات المجتمع المدني الواحدة، يعني أنا أتساءل يا أخ محمود وإخوان، ما الذي يمنع مؤسسات المجتمع المدني أن تبدأ في تكوين وحدات داخل مجلس التعاون، وحدات موحدة، مش انه تنسق فيما بينها، لا، موحدة. هناك نقابة واحدة لهذا الموضوع، هناك جمعيات سياسية، يعني حتى الجمعيات السياسية التعاون فيما بينها ضعيف جدا على مستوى الخليج. طبعا كثير من الدول ليس فيها جمعيات سياسية ولكن فيها واجهات سياسية من الممكن أن تندمج إلى آخر من الأمور، يعني لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل. ثم نأتي إلى مربط الفرس، السياسة الخارجية الواحدة. إذا ما في سياسة خارجية واحدة لا يمكن أن تقوم وحدة، لا يمكن. أنت تتكلم عن شيء غير معقول، دائما جزئي، تكلم عن تنسيق، تكلم عن توحيد في هذه المنطقة في ذلك المنطقة، ولكن لا تستطيع أن تقول بأن ستقوم دولة واحدة وحدوية. لماذا؟ لأن السياسة الخارجية أولا يجب أن تعرف الأعداء، وهناك خلاف حول من هم الأعداء. هناك الآن في دول مجلس التعاون من يعتقد بأن إسرائيل، بأن الوجود الصهيوني في فلسطين ليس عدو. أنا بالأمس كنت على إحدى الإنترنت، يتساءل أحد المسؤولين السابقين في دولة خليجية ليست البحرين بس سأقول في الإمارات، يقول أنتم العرب لديكم 22 دولة، تستكثرون يا أخي، على الصهاينة أن تكون لهم دولتهم وحيدة؟ إلى هذا الحد. هذا معناها أن تعريف الأعداء، ما عدنا لدينا تعريف واحد، وهذه بالنسبة شنو لقضية كنا نعتقد أنها يعني قضية واضحة ومحسومة ولا لبسة فيها، فكيف بالنسبة إلى أنه هل أمريكا صديقة
أم عدو أم في الوسط؟ هل إيران هي لدينا أخوة إسلامية معها ولا ما لدينا أخوة؟ هناك من يقول لك ما لدينا، هؤلاء ليسوا أصلا مسلمين، هي قضية مطروحة عند البعض. بالنسبة لتركيا وبالنسبة إلى 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 عدها كما تشاء من القضايا، فإذا قضية السياسة الخارجية قضية بالغة الخطورة، وهي التي تضعف مجلس التعاون في الوقت الحاضر. خلنا نأخذ مثلا الموضوع المتعلق بالجهاد التكفيري العنفي العبثي سواء في سوريا أو في ليبيا. هناك دول في مجلس التعاون تشتغل مع تلك الجهات، تمولها بالمال وبالسلاح وبالسياسة وبغيره، وهناك دول مترددة تخاف ولا تريد، وهناك دول في اعتقادي أنها معاكسة حتى. طيب، إذن هذا موضوع إذا لم يحسم في داخل مجلس التعاون، أنا في اعتقادي أنه سنتحدث عن مجلس التعاون عن وحدة غير ممكنة. ثم إذا أنت تريد وحدة دول مجلس التعاون في أوروبا، السلطة الاتحادية في بروكسل لديها أسنان ولديها قدرات ولديها تطرح مشاريع ولديها قدرة على أن تعاقب من يكسر القوانين المشتركة فيما بين دول الاتحاد الأوروبي. نحن في الوقت الحاضر سلطة الأمانة العامة هي سلطة سكرتارية، ولا يمكن أن تتكلم لا عن طريق توجه نحو الوحدة ولا عن طريق قيام الوحدة إذا كانت المؤسسة القانونية والتنفيذية والتنظيمية ليست قوية ولديها أسنان تشتغل بها وأيادي تشتغل بها. ولذلك أنا دائما أذكر أنه أنا سأعرف أنه هناك رغبة حقيقية في أن يكون مجلس التعاون متوجه نحو وحدته كما يقول بهالمناسبة نظامه، عندما أرى أن دول مجلس التعاون تعين وزيرا متخصصا في قضية مجلس التعاون يتواجد في 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 الرياض وينسق كل الأمور فيما بين الوزارات المحلية مع وزارات الدول الأخرى. إذا لم يقدموا على ذلك فأنا دائما أقول بأنهم ما راغبين في ذلك بالرغم من كل اللي يقال. الشيء نفسه ينطبق على أنه أنا لا أستطيع أن أفهم أن هناك مجلس أعلى أو رؤساء الدول يجتمعون وهناك وزارات تجتمع لكن رؤساء الوزارات لا يجتمعون، الذين هم أساس السلطة التنفيذية في بلدانهم هم القادرين على أن يقولوا للوزارات الأخرى تعاونوا هنا تعاونوا هنا واشتغلوا هنا مع البعض البعض. إبعاد رؤساء الوزارة في اعتقادي أنه من أجل عدم وجود تضاد في المستقبل بين ما تقوله القمة وما قد يقوله رؤساء الوزارات عندما يأتون إلى الواقع عندما يأتون إلى التطبيق. لأن القضية سهلة جدا في مؤتمر القمة أن تتكلم عن مبادئ وعن أهداف عامة وإلى آخره، ولكن عندما يأتي التطبيق تريد من يقلب ذلك إلى تطبيق، وهذا لا يمكن أن يتم على مستوى الوزارات فقط وإنما من الضروري جدا أن رؤساء الوزارات يكون. أنا أعلم أنه بعض دول مجلس التعاون ما عندهم رؤساء وزارات، عندهم رئيس الدولة رئيس الوزراء، طيب يرسل من ينوب عنه ما في مشكلة. يعني إذا لا يريد أن ينزل مستواه ويجتمع مع من هم دونه طيب يرسل من يمثله. الآن نفس الشيء بالنسبة إلى وجود محكمة، لا يمكن تكلم عن وحدة إذا ما توجد محكمة تحكم بين الأجزاء المكونة لهذا الجسم. ثم بعد ذلك موضوع التصويت، القول بأن الجميع متساوين في التصويت خصوصا في المراحل الأولى مستحيل. في أوروبا في الاتحاد الأوروبي في بعض القضايا مش كل القضايا في بعض القضايا التصويت واحد، ألمانيا لها صوت والبرتغال لها صوت واحد مماثل لها أو لوكسمبورغ أو غيره من هذه يعني القطع الصغيرة، لكن في القضايا الأساسية
ألمانيا لها أصوات أكثر من أصوات الآخرين بسبب ثقلها وبسبب الالتزامات التي لو تحقق ذلك الشيء عليها أن تقوم بها. ولذلك موضوع التصويت، القول بأن كلنا إحنا كلنا شيوخ وكلنا نفس القبيلة ونفس الكذا وبالتالي لنا نفس الصوت إلى آخره، هذا لا يمشي. ممكن يمشي في البداوة، ولكن لا يمكن أن يمشي في دولة حديثة تريد أن تحل قضاياها ومشاكلها. طيب الآن دعنا نسأل، ما هو الهدف من كل ذلك؟ نحن تكلمنا بصورة عامة، لكن هناك نقطتين أساسيتين أريد أن أبرزهم بسرعة شديدة. النقطة الأولى هو الموضوع الإيراني. إيران دولة مترامية الأطراف، لها مطامعها السياسية، لها اقتصادها، لها قدراتها إلى آخره من الأمور. بين الحين والآخر مصالحها قد تصطدم مع مصالح الضفة الأخرى من الخليج، هي الضفة الغربية ونحن الضفة الشرقية. لا يمكن لهذه الاحتكاكات المستمرة الدائمة بين الضفتين إلا إذا وجد تكافؤ ندي بين الجهتين، ما في حل ثاني. التكافؤ الندي بمعنى أنك اقتصاديا أنت تساوي إيران أو لديك حجم يساوي إيران، عسكريا لديك قدرة تقريبا متساوية مع إيران، سياسيا لديك حضور في العالم تقريبا مساوي لإيران. هذه الندية، أنا أتكلم عن الندية ولا أتكلم عن التصادم والخصام والصراع، الندية التي تجعل لا هذه الجهة ولا تلك تقوم بخدش الآخر وبإذاءه وبالتدخل في شؤونه. هذه الندية في اعتقادي ممكنة غير ممكنة إلا إذا قامت هذه الوحدة الخليجية، وأنا هنا لا أتكلم عن وحدة مجلس التعاون، وإنما على المدى الطويل وحدة يجب أن تضم العراق وتضم اليمن. عند ذاك لديك 80 مليون ولديك 80 مليون، لديك أرض واسعة جدا مترامية الأطراف ولديك أرض، لديك اقتصاد كبير ولديك اقتصاد كبير إلى آخره من الأمور. لكن في الوقت اللي أنت تعمل هذا الشيء، أنا من المؤمنين بأن إيران يجب أن تدمج اقتصاديا في مجلس التعاون، لأن عندما تبني المصالح الاقتصادية تقل المماحكات وتقل العداوات وإلى آخره. أنا ما أتكلم أنه هل النظام الإيراني يقدر يسويه ولا النظام السعودي يقدر يسويه والنظام البحرين يسويه، أنا أتكلم عن المبادئ الآن، وأن هذه الوحدة ستجعل قضية الندية والتوازن في الخليج واللي هي صار لها سنين طويلة عبر التاريخ. آن الأوان يا أخي، أنه طيب يا أخي إحنا العرب عندنا مشاكل دائما طول الوقت كله مع إيران، إيران سوت وإيران عملت وإلى آخره، وهم عندهم مشكلة العراق سوى إلى آخره، دعنا نبني نوع من التوازن المعقول الذي، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بوحدة دول مجلس التعاون في دولة معقولة. الآن نأتي إلى الموضوع العربي. هذه الوحدة في اعتقادي أنها ستكون مدخلا حقيقيا لدعم الاقتصاد القومي العربي. الآن يعني بكرة إذا صارت دولة وعندك مؤسسات مشتركة مالية، جزء من المال الخليجي من الممكن أن يدعم الاقتصاد العربي، ممكن أن يقود إلى تنمية الاقتصاد العربي، ممكن أن يؤدي إلى الاستثمار في الأرض العربية. أما الآن هذا يعتمد على هذا الحاكم ومذاقه، يحب باريس الاستثمارات كلها في باريس، يحب نيويورك الاستثمارات كلها في نيويورك، له مصالح خاصة به إذا الاستثمارات ستذهب إلى شركة الموديلات اللباس أو شركة أو شركة أخرى من هذه الأمور، وبالتالي لن يكون
لمجلس التعاون الدور الأساسي المطلوب الضروري من أجل المساهمة في إنهاض أمتهم. وأنا أقول إنهاض أمتهم ليس لعيون سواد الأمة حتى هذا لا، لكن البكرة مجلس التعاون لا يستطيع أن يعيش هادئا إذا كان محاطا بحزام من الفقر والضعف الاقتصادي وعدم الحيلة في الجوانب الاقتصادية. وهذا موضوع طويل وتكلمنا عنه كثير. ثم بعد ذلك أنا يعني أريد أن أقول بأن إذا قام مجلس التعاون سننأى عن قضايا هذا يقف مع القاعدة وذاك يقف مع النصرة وذاك يقف مع داعش وذاك لديه أنصار الشام وذاك إلى آخره من الأمور، وسيكون هناك موقف واحد أيا يكون. وبالتالي يعني هذه المواقف الصعبة جدا من العنف ستنتهي. الآن دعني أنتقل مباشرة إلى الموضوع الذي أيضا يهمنا جدا، هو موضوع المجتمع المدني. ما هو دورنا إحنا؟ أنا أكون صريح معكم إذا قلت بأنه إذا اعتمدنا فقط على الأنظمة الحكم في دول مجلس التعاون، أنا في اعتقادي أن القضية ستطول وستتعثر كثير من الأوقات، لأن اختلاف المصالح والصدامات التاريخية والخلافات القبلية ومثل ما قلنا النظرة إلى الأمور السياسية والنظرة إلى هذا العالم يعني ما إلهي نهاية، وبالتالي ستظل. وهذا يذكرني دائما عندما كانت البحرين تريد الدخول في الاتحاد دولة الإمارات قبل أن تقوم، الذي جعل البحرين تخرج هو أن دولة أخرى قالت أنه إذا دخلت البحرين فإن البحرين لديهم مشاكل مع إيران، وبالتالي أبعدوها وأبعدونا عن الوحدة لأسباب أنه والله يمكن البحرين بسبب المشاكل مع إيران ذلك الوقت، يعني الادعاءات الملكية وإلى آخره، وخرجنا من ذلك. وهذا الشيء ممكن بكرة أن ينطبق على أي شيء يتعلق بهذا الاتحاد. إذن المجتمع المدني عليه دور. الآن دعنا نطرح، هل يمكن قيام جبهة لدعم الوحدة؟ جبهة لها أمانتها العامة ولها مكوناتها، مكونة من الجمعيات المجتمع المدني سواء الفنية أو سواء السياسية إن وجدت، أو سواء الثقافية أو سواء النساء أو سواء كذا، من أجل أن يشعر القادة بأن هذا الموضوع يريده الشعب في هذه المنطقة وليس قضية متروكة لهم أنه والله يعملوها أو لا يعملوها. هذا يحتاج إلى إيجاد ضغط متواصل. الآن هل يمكن توقيع مليوني توقيع؟ مو بأنه نطرش لهم 10,000 توقيع ونقول أنه والله المجتمع المدني يضغط من أجل الوحدة. هذا سؤال مطروح على المجتمع المدني، عليه أن يجيب. وأنا قلت للإخوان اللي ذيك اليوم أعلنوا بفرح شديد أنه 10,000 أنظر، لو أنا كنت رئيس دولة أقول 10,000 من 35 مليون، يعني شو المشكلة هذه؟ لكن لو قيل لي بأن مليونين من الأشخاص وقعوا يريدون هذه الوحدة أو الدخول على الأقل في مباحثات الوحدة، القضية ستختلف تماما. وهذا الشيء ما راح تسوي الحكومات، راح يسوي المجتمع المدني. بعدين هل يمكن في كل اجتماع للقمة أن يوجد اجتماع مدني موازي للقمة؟ مش أنه تأخذون الموافقة وعدم الموافقة، يجتمع في أي مكان في هذه الأرض الخليجية وينظر في كل ما يبحث ويعلن عن رأيه، يجتمع إما أثناءها أو يجتمع قبلها. من الضروري أن الحكومات الخليجية تشعر بوجود مجتمع مهتم بهذا الموضوع، له وجهة نظره. ثم في الأخير لن ينجح هذا الاتحاد إذا ما يحل مشكلة الديمقراطية. ممكن، لأن الديمقراطية هي التي ستجعل كل الصعوبات اللي أنا ذكرتها تختفي. ستكون هناك قرارات عن طريق
واضح المعالم عن طريق مجالس أو مجلس واحد إذا وجد، عن طريق سلطة متماسكة مع بعضها بعض واحدة تنظر وتبحث وإلى آخره. وعند ذاك هذا المجتمع، هذه المجتمعات لها دور في قيادة ذلك التجمع. بدون ذلك أعتقد أن ذلك التجمع مثل ما حدث مع الاتحاد المصري السوري عندما وجدت أخطاء بالنسبة إلى المجتمع السوري أدت إلى أن الناس الذين ظهروا بالملايين يريدون الوحدة قالوا بأننا نريد الانفصال، لأن بالنهاية أي نظام سياسي إذا سيكون قيامه على حساب كرامة الإنسان وحريته وقدرته في المشاركة فإنه لن ينجح. وهذا موضوع يتعلق بمن؟ يتعلق بالمجتمع المدني وليس بالحكومات. هل المجتمعات المدنية ستظل تضع الضغط بكل الوسائل، كتابات، مظاهرات سلمية، وقوف أمام الاجتماعات القمم، ما أدعوكم بكرة يعني تطلعون، لكن مؤتمرات القمم في أي مكان إلى آخره، لتقول بأنه نحن نريدكم أن تبحثوا موضوع الديمقراطية وتتفقوا على هذا الموضوع. هذا موضوع متروك. أنا في اعتقادي أن هذه نقاط يعني تستأهل تفكيركم وتستأهل النظر فيها، وأعتقد أنها يجب في المستقبل أن ينظر فيها ويضاف إليها، لأن موضوع الوحدة دائما موضوع شائك وصعب جدا. الشكر لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.